هذا البرنامج برعاية زين. أهلا ومرحبا بكم معنا في جلسة الأعمال لهذا اليوم. أترافق معكم أنا رولا تراوني وأصحابكم معي في أبرز العناوين. تضاعف حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات الخليجي ليتجاوز 144 مليون طن في عام 2015. تونس تتجه لطرح 140 مشروعا بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار. طيارو لوفتانزا يعلنون عن مزيد من الإضرابات الأسبوع الجاري. قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جبكة عبد الوهاب السعدون إن إيرادات مبيعات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 79 مليارا و700 مليون دولار خلال عام 2015 بانخفاض قدره 8.9% وذلك مقارنة بالعام المالي 2014. ويأتي ذلك لتراجع النفط. جاء ذلك على هامش منتدى جبكة السنوي في نسختها 11 تحت عنوان مسارات جديدة في سباق التنافسية. على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم، جاء قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج ليثبت وجوده في ظل كل هذه الأزمات من خلال استمرار تشغيل وحداته الإنتاجية لتسجل مستويات هي الأعلى عالمياً خلال عام 2015، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيبكا بعنوان حقائق وأرقام لعام 2015. البتروكيماويات في دول الخليج صناعة من الصناعات اللي تميزت بنمو مطرد منذ البدايات من الثمانينات، عندما كان الصناعة تنتج بحدود 3 مليون طن. حصل طفرات متواصلة في حجم الإنتاج. اليوم الطاقات الإنتاجية بنهاية 2015 144.8 مليون طن، يعني تضاعف مرات كثيرة. معدل النمو السنوي خلال هالفترة هذه ما بين 9 إلى 9.5%، وهذا من أعلى المعدلات، يعتبر تقريبا 3 أضعاف معدل النمو السنوي في الصناعة العالمية. وخلال العقد الماضي تضاعف حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات الخليجي ليصل إلى أكثر من 144 مليون طن في عام 2015 بمعدل نمو تراكمي بحوالي 9%، ما يعكس نجاح دول الخليج في استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها لهجة ووفرة الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي انعكس بدوره على تعزيز موقعها على خارطة الصناعة العالمية. والله صناعة البتروكيماويات في الخليج واعدة، صحيح حسب ما اليوم ذكروا لنا أنه تشكل 2% بالميدل إيست ككل، 2% يعني عندنا مجال كبير واسع أنه نقدر نتوسع أكثر باي الشركات تتجه أنه يكونوا شركات مع بعضها البعض، يعني أو acquisition. ومن جهة أخرى ترتبط صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ارتباطا وثيقا مع العديد من قطاعات الاقتصاد الخليجي، وبالتالي تسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية الرئيسية. فيوظف القطاع حاليا 143 ألف شخص مشكلا نسبة 9% من إجمالي التوظيف في قطاعات الصناعات التحويلية في المنطقة. يعود منتدى جيبكا السنوي في نسخته 11 تحت عنوان مسارات جديدة في سباق التنافسية ليسلط الضوء على مدى أهمية ومكانة قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج الذي يتمتع بمقومات تنافسية تبقي على أفاقه الإيجابية رغم التحديات، حيث بلغ حجم صناعة البتروكيماويات في الخليج 200 مليار دولار. رندا خشة، CNBC عربية، دبي. تنوي تونس طرح 140 مشروعا بكلفة تتجاوز 30 مليار دولار، من بينها مشاريع ضخمة في البنى التحتية والطاقة، من خلال مؤتمر دولي للاستثمار تستضيفه غدا يهدف لإعادة جذب المستثمرين بعد مرور 6 سنوات على الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي.
نعم، وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1,580,000,000 دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015. من جانب آخر، قالت الحكومة التونسية إن البنك الأوروبي للاستثمار سيقرض تونس 400 مليون يورو لتمويل مشاريع تهم الشبان والبنى التحتية. بدأت في مصر فعاليات مؤتمر ومعرض كايرو اي سي تي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أكدت خلاله الحكومة المصرية أن خدمات الجيل الرابع سيتم تفعيلها قبل نهاية العام الجاري، فيما أفصحت شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق عن خططها لبدء تشغيل الخدمة. وعلى هامش المؤتمر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر جان مارك هاريون أن حصول الشركة على رخصة الهاتف الثابت هدفه الاستفادة من نمو هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأعمال والشركات. وأضاف في لقاء مع CNBC عربية بأنه من الغريب أن تحتفظ الشركة المصرية للاتصالات بحصتها في فودافون بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع. Fixed lines are still growing in the B2B market, so there are still a lot of demands from the companies. إن خطوط الهاتف الثابت لا تزال تشهد نموا في قطاع الأعمال، ولذا فإن هناك طلبا كبيرا عليها بالنسبة للشركات، خاصة عندما نقدم الخدمة بجودة أفضل وبأسعار أقل. بالطبع هناك أيضا طلب على الخط الثابت في التجمعات السكنية المغلقة. أما ما يتعلق بالإنترنت الثابت، فإننا بالفعل نقدم الخدمة لنحو 400,000 أسرة في مصر. We can even provide the internet now via the 4G. وبفضل الجيل الرابع سنتمكن من تقديم الخدمة بسرعات أعلى من الجيل الثالث ومن الإنترنت الثابت، ولذا فإن الجيل الرابع قد يحل في بعض الأحيان محل الإنترنت الثابت. نتحدث أكثر عن الفرص الماثلة في هذا القطاع مع ضيفي من القاهرة سيد حمدي الجمل، الكاتب الصحفي المتخصص في قطاع الاتصالات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد حمدي. في البداية نتحدث عن التنافسية في هذا القطاع وكيف كانت حكر على شركة واحدة. هل تعتقد أنه القادم سيكون أفضل للمستهلك بشكل نهائي؟ بالتأكيد المصرية للاتصالات كانت تحتكر حتى اليوم القطاع الثابت، تحتكر الانترنت الثابت، وهناك مشاكل جمة تتعلق بأداء المصرية للاتصالات فيما يتعلق بالانترنت الثابت. المصرية للاتصالات خلال العامين الأخرين قامت بتغيير كل الكابلات من نحاسية إلى ألياف ضوئية، وتعاقدت مع شركة واحدة وشركة هواوي الصينية، واليوم معظم المشتركين يعانون من سوء الخدمة التي تقدمها المصرية للاتصالات. ولي أن أقول لحضرتك أن هذا الرقم، رقم الاستثمارات المتعلقة بتغيير البنية التحتية، بلغ 5 مليارات جنيه. فطبعا المصرية للاتصالات ما زالت تحتكر الخدمة حتى اليوم، وبالإضافة إلى ذلك أن عدد المشتركين لدى المصرية للاتصالات بسبب سوء الخدمة تراجع من 11 مليون مواطن، 11 مليون خط، النهارده بنتكلم على 6 ملايين خط. أعتقد أن المصرية للاتصالات كانت دائما تبرر تراجع عدد المشتركين فيها لأن الاتجاه العالمي واتجاه الشباب إلى المحمول، ولكن أعتقد المدير التنفيذي لشركة أورنج الفرنسية يقول أننا سعداء أننا حصلنا على رخصة تشغيل الجيل التليفون الثابت، لان التليفون الثابت مطلوب وبكثره في المناطق المغلقه. نعم. والمناطق البعيده، فمعنى ذلك ان كان هناك فشل في المصرية للاتصالات. فيما يتعلق برخصه الجيل الرابع، اعتقد كل الشركات الاربعه حصلت على رخصه الجيل الرابع. نعم. طب. ممكن اقول الاسماء ولا مش شرط اقول الاسماء؟ لا 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 طبعا بامكانك، احنا يعني هي شركات اصلا يعني نقوم بتغطيه اخبارها اولا باول ونعلم خلفيه الموضوع. صحيح. فيما يتعلق بذلك. طيب. أورنج الفرنسية، فودافون الإنجليزية اللي هي المالك، واتصالات الإماراتية المالك الرئيسي. طب. الشركات الثلاثة حصلت على رخصة الجيل الرابع ودفعت ثمن الرخصة 1.1 مليار فعلاً. دولار فيما يتعلق بالدولار و10 مليارات جنيه بالجنيه المصري. وكنا نتحدث عن عائق كان سابقا وهو يتعلق بطبيعة ما يحصل عليه مقابل هذا المبلغ. أتحدث اليوم عن ما ننتظره من تقديم خدمات فاعلة في السوق المصري. هل تعتقد بأنه التنافسية ستكون، أنا سألت السؤال في بداية الحديث، يعني إلى أي مدى ستكلفني خدمة الإنترنت الفورجي أو الجيل الرابع
من منزلي عبر يعني الشركات المؤسسات وغيرها عندما يدخل منافسين كثر في تقديم هذه الخدمة، يعني سيكون أكثر من مزود للخدمة؟ بالتأكيد في أربع منافسين، أربع شركات بالتنافس، ولكن الكل أعلن، وبخاصة أورنج أعلنت أن وفودافون أن الخدمة لن تتقدم مجانا أو بنفس أسعار خدمة الجيل الثالث، أي أن خدمة الجيل الرابع التي دخلت مصر لن تحمل المستهلك أي أعباء مالية، ولكنها ستعطي المستهلك قدرة على قدرة سرعات أكثر وأكثر من التي يقوم بها حاليا. أتصور أن الجيل الرابع فيما يتعلق بمستقبل الصناعة ومستقبل مصر التكنولوجيا هو فرصة واعدة للشباب، فرصة واعدة لريادة الأعمال، أو فرصة واعدة خلينا نتكلم بشكل اقتصادي، أن الجيل الرابع سيساعد على تقوية اقتصاد المعرفة. اقتصاد المعرفة مرتبط بالإنترنت، مرتبط بالعالم الفضائي اللي بيمتلك الإنترنت ويمتلك تطبيقات بيقدر يبيعها زي مثلا الهند أو إسرائيل. أعتقد أن مصر النهاردة عندها 60% من عدد السكان تحت سن 40 سنة، وأعتقد عندنا عدد طلبة كتير وعدد مهندسين كتير بالملايين يستطيعوا من خلال هذه الخدمة ومن خلال السرعات المتاحة الموجودة أنهم يقوموا بخلق أفكار وابتكارات وتطبيقات ثم تصدرها إلى الخارج. سيد حمدي، سؤال سريع لو سمحت لي إجابة تكون سريعة عليه، من المزودين الأربع من سيكون جاهز لتلبية أخذ الخدمة وتطبيقها بجغرافية أوسع في السوق المصري؟ الثلاث شركات المحمول مستعدة إلى الآن. في أكثر مؤتمر صحفي حضرناه الثلاث شركات المحمول مستعدة لتقديم خدمة الجيل الرابع، ولكنهم بانتظار الأمر إطلاق شرط البدء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. نعم، وأشكرك جزيل الشكر ضيفي من القاهرة الأستاذ حمدي الجمل كاتب الصحفي المتخصص في قطاع الاتصالات. جلسة الأعمال مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. قراصنة يخترقون شبكة السكك الحديدية في سان فرانسيسكو ويتيحون السفر مجانا. أهلا بكم من جديد. لقيت دعوات الإضراب العام والعصيان المدني في السودان بداية من الأحد ولمدة 3 أيام استجابة واسعة احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم كليا عن الأدوية وجزئيا عن الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية. اعتراضا على الإجراءات التقشفية الأخيرة للحكومة السودانية، استجاب المواطنون لدعوات العصيان المدني والإضراب العام ولمدة 3 أيام. المدن السودانية شهدت هدوءا نسبيا وقلت الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية. السودان أعلنت عن مجموعة من السياسات الاقتصادية والتي تتسم بالتقشف، ورغم الاحتجاج الشعبي الواسع إلا أن الحكومة ترى أن حزمة الإجراءات ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وأن مشاكل البلاد ستتضاعف إذا لم تتخذ تلك الإجراءات. سياسات الإصلاح الاقتصادي الجديدة للحكومة السودانية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي من خلال مجموعة من الإجراءات تتضمن رفع جزئي عن دعم الوقود والكهرباء بنسبة 30% ورفع كلي في الموازنة القادمة، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع كبير في أسعار السلع والغذاء. الرفع الجزئي للدعم خلال الفترة الماضية وفر للسودان نحو 1.2 مليار جنيه، لكن بعض الخبراء يرون أن رفع الدعم كليا لن يكون بالأمر السهل، وخاصة أن المحاولات السابقة لتحرير أسعار الوقود شهدت احتجاجات وسخط شعبي واسع والتي كان آخرها في 2013. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الخرطوم الدكتور محمد جلال هاشم أكاديمي سوداني. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. دكتور، يقال إنه حركة العصيان المدني لم تنجح 100%، هل هذا مناط بالمناطق التي حدثت فيها الاحتجاجات؟ أهلا ومرحبا. الحقيقة هو أطلق عليه عصيان مدني ولكنه إضراب شامل لمدة 3 أيام. العصيان المدني هو يأتي في خاتمة هذه الإضرابات والمظاهرات، وأطلق عليه العصيان لكنه كان إضرابا شاملا، ويمكن أن نقول بأنه نجح في يومه الأول بنسبة تفوق 95%، واليوم الثاني نتيجة ضغوط أمنية ضخمة
تقاصرت هذه المدة إلى 80%، وهذا في رأيي نجاح كبير. نعم. من إضراب شامل لا تقف وراءه أي جهة، بل هي اتجاهات شعبية عامة عبر وسائط الاتصال الجماهيري. طب دكتور أنت حكمت على أنه نجح، هل النجاح هو بحسب الحشد اللي حضر والاعتصام أو الإضراب كيف كان حجمه، أم النجاح يكون بأن يحرز نتيجة؟ نعم، ده بوصفه إضرابا شاملا نجح، بدليل خلو الشوارع من المارة ومن السيارات. أما أن يؤتي أكله النهائية في تغيير النظام بطريقة بعينها، فهذا ما نتوسم فيه جميعا عبر عصيان مدني يتم تنظيمه في الفترة القادمة. تقف وراءه جهات معروفة، جهات اعتبارية معروفة من نقابات وأحزاب. طيب. هذا ما يستمر فيه العمل. دكتور، إلى أي مدى ممكن أن تكون النتيجة يعني أسوأ ما تكون، وما ممكن أن تكون يعني أفضلها؟ هل أفضلها سيكون بتخفيف رفع الدعم وربما إعادة النظر على الأقل في الأدوية في الأمور الإنسانية أكثر؟ ما هو أسوأها؟ إقالات على مستوى الدولة كلها؟ أسوأ التغيرات هو أن يأتي مجلس عسكري لا يحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام، ولكنه يكون بمثابة الإنقاذ 2. وأحسنه هو أن يأتي تغيير جذري لبنية النظام كلها، من سياسات إلى قوانين إلى كل شيء. نعم. هذه هي الفرضيتين من حيث أحسن الاحتمالات وأسوأ. نعم. الاحتمالات. أما فيما يتعلق بالتراجع عن القرارات، فهو لم يتم أي تراجع حتى الآن. نعم. لم يتم أي تراجع عن أي قرارات اقتصادية صدرت. نعم. مؤخرا. وأشكرك دكتور محمد جلال هاشم الأكاديمي طبعا السوداني، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من الخرطوم. قال العضو المنتدب لشركة أكوا باور ثامر الشرهان إن 40% من إنتاج المياه في السعودية عن طريق القطاع الخاص، وأضاف أن كمية الإنتاج التي تنتجها المملكة تصل تقريبا إلى 7,500,000 متر مكعب. اليوم في من ناحيه الانتاج المياه 40% من انتاج المياه يتم عن طريق القطاع الخاص، ولله الحمد في مشاركه طيبه ونطمح فيها الى اكثر من هذا. تقريبا كميه الانتاج اللي تنتجها المملكه الان تقريبا 7.5 مليون متر مكعب اليوم. القطاع الخاص له نسبه كبيره من عندها، المساله تحت 4.6 تقريبا، فنقول 40% يديها القطاع الخاص حاليا. واجمالي القطاع من ناحيه الكهرباء والماء كان في توفير على الدوله من ميزانيه الدوله اكثر من 100 بليون ريال خلال السنوات الماضيه خلال الخصصه، فانا اعتقد كان في نسبه نجاح كبيره وفيها مجالات للنجاح اكبر واكبر ان شاء الله في المستقبل. بينت دراسة أعدتها شركة ديل إي إم سي تبين الخطوط العريضة لدعم الأعمال التجارية لإجراء تغييرات في استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات. بينت فيها في ضوء الإعلان الأخير عن رؤية السعودية 2030 أن 75% من رجال الأعمال يرون أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا أساسيا ومكملا لتمكين التطلعات الوطنية لعام 2030، بينما تعتقد 93% من الشركات أن مطالب الرؤية السعودية تستلزم ضرورة إعادة النظر في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات داخل منظماتها. الحديث عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض سيد طلال البكر رئيس القطاع الحكومي وقطاع النفط والغاز لدى ديل إي إم سي. أهلا ومرحبا بك معنا. التوقيت عقد هكذا ملتقى يعنى بهذا الجانب، هل تعتقد أنه جاء في الوقت المناسب؟ هل تفتقر السعودية اليوم في سوقها إلى تمكين التكنولوجيا من أجل التحول، خطة التحول؟ والحقيقة أنا أعتقد أن الوقت جدا ملائم. الحين الرؤية ما شاء الله تطورت وبدت نشوف بوادر مهمة فيها، بدت الحين كمان برنامج التحول الوطني أعلن عن أنه بدت الأمور تتضح وتأخذ مجراها. اللي قاعدين نشوفه الحين حاليا في الوضع في التقنية في المملكة أنه فعلا في بوادر ممتازة، في خطوات أخذت في السابق ممتازة، ولكن في تشتت في بعض الأفكار، في عدم تركيز في توجيه بعض الأفكار في
بطريقة إجراء التنفيذ بعض الأفكار، بس أنه الحمد لله إحنا قاعدين نشوف فيه تطور في هذه الأشياء، وإحنا اللي متفائلين فيه إن شاء الله أنه برنامج التحول الوطني والخطة والرؤية حقت 2030 تقدر تساهم ببلورة هذه الأمور وتخليها بطريقة يعني ممكن تستفيد منها البلد بشكل جذري أكثر. بحسب الإحصائيات يعني يبدو أنه في نسبة لا يستهان بها 93%، ترى أنه نطاق تكنولوجيا المعلومات لا يخدم خطة التحول، ما الذي ينقصه اليوم؟ الخطة هي 93% يرون أنه يجب إعادة النظر في الخطة، مو معناه أنه الخطة غير ملائمة. المتطلبات كانت حقت جهات عديدة في السابق غير المتطلبات اللي مطلوب منها حاليا للوصول لرؤية 2030. فمع المعطيات الجديدة، مع المتطلبات الجديدة، مع المسؤولية الجديدة اللي على عاتق القطاع الحكومي والقطاع الشبه الحكومي للنهوض بالخدمات ولتقديم أفضل الحلول للمواطنين والمؤسسات الوطنية والغير وطنية، بدأ الحين يكون في نظر لإعادة بلورة الفكرة بحيث أنها تتلائم مع المتطلبات بطريقة أفضل من اللي كانت فيه في السابق. تم تحديدها في خدمة الأعمال التجارية في السعودية. أنت تعلم عملية الخدمات يعني الأعمال التجارية تحتاج إلى رؤية واضحة في طريقة التكنولوجيا الحديثة، يعني أبرزها على سبيل المثال ممكن أنت كل المتاجر عندك تكون أونلاين، وأنت ترى يعني تشهد المنطقة خاصة يعني ربما في الإمارات شراكات هامة جدا في هذا القطاع. إلى أي مدى اليوم مستعدة السعودية أن تفتح الباب لهذا النمط يعني التجارة الإلكترونية على سبيل المثال؟ والله التجارة الإلكترونية الحين قاعدة تاخذ مجرى مرة ممتاز في السعودية، عندنا أكثر من بادرة، من أكثر من مؤسسة حكومية، مؤسسة خاصة في السعودية، وعندنا كمان صندوق الاستثمارات العام قبل أسبوعين أعلن على دخوله مع شركة إعمار في شركة نون اللي بتكون متجر تجاري على الإنترنت. فأعتقد أنه بما لا شك فيه أنه التوجه العالم وتوجه السعودية لتمكين المواطنين وتمكين المستخدمين وصول لأي خدمات بأي شكل عام، وصندوق الاستثمارات العام أعتقد هذه خطوة كانت جدا مهمة لزيادة الثقة في تحول المملكة من الطرق التقليدية والأساليب التقليدية في التعامل مع التجارة إلى الأساليب الجديدة. ماذا عن خلق منصات للتبادل التجاري، منصات إلكترونية، وأعني بذلك ربما حتى تداول في البورصات، وأنت تعلم يعني عمليات المشتقات أو العقود المستقبلية التي ربما لم يسمح بها ممكن تنفيذها في الخارج، يعني كل المعوقات إذا ربما بعض التشريعات يمكن حلها عن طريق منصات إلكترونية، هل تعتقد أنه هذا أيضا تمثل في هذا الملتقى؟ والله هو ليكون يعني واضح، احنا امكانيات دلي ام سي تتراوح في خدمه اكثر من منصه، اكثر من متطلب تقني، ولكن هذه بالتحديد هذه المتطلبات اعتقد انا اعرف انه تداول شغالين على اشياء ممتازه، بس هذه خارج نطاق العمل اللي احنا ممكن نقوم فيه. ما هي ابرز دلي ام سي؟ تفضل. ما هي ابرز تفضل. كدل اي ام سي ممكن نشتغل مع الجهه لايجاد الحلول الملائمه، من حلول حوسبه سحابيه، من حلول بنيه تحتيه، حلول احتواء كوارث، حلول المستخدمين والنهايه الطرفيه للمستخدمين من كمبيوترات وبرامج لمساعده المستخدم للاستفاده القصوى من البنيه التحتيه والحوسبه السحابيه، نظام الحمايه ايضا يعني التامين والحمايه والقرصنه وغيرها، هذه يعني ايضا كانت ضمن دراستكم وتقديم خدماتكم. بالضبط. الحين طبعا كل هذه الحلول لا تعني شيء لو ما قدرنا نحميها. الحين احنا كمان في مرحله جدا حساسه، عندنا يعني اكثر من دوله تنظر للسعوديه باسلوب غير صديق، فالامن الالكتروني شيء اساسي طبعا، والنهوض بالامن الالكتروني ونضمن انه الامن الالكتروني خطوة أساسية في أي تجارة إلكترونية، أي نظام إلكتروني، أي حوسبة سحابية نقوم فيها، لو كانت حوسبة سحابية خاصة ولا عامة، شيء أساسي وضروري لضمان أمن المعلومات، ضمان حماية المعلومات الخاصة بالمستهلكين، الدولة، حماية المعلومات التجارية وما إلى ذلك. وأشكرك جزيل الشكر ضيفي من الرياض الأستاذ طلال بكر، رئيس القطاع الحكومي وقطاع النفط والغاز لدى ديل إي إم سي.
أعلنت نقابة الطيارين الألمان عن تنظيم إضرابات جديدة في شركة لوفتهانزا يومي الثلاثاء والأربعاء بعد فشل محادثات في تسوية نزاع قائم منذ فترة بشأن الأجور. وقال مجلس النقابة إن الإضرابات المقبلة ستؤثر على الرحلات القصيرة يوم الثلاثاء 29 من نوفمبر تشرين الثاني والرحلات الطويلة إلى خارج ألمانيا يوم الأربعاء. وألغت لوفتهانزا نحو 2800 رحلة جوية الأسبوع الماضي في أعقاب إضراب لمدة 4 أيام أثر على أكثر من 350 ألف مسافر. اخترق قراصنة انترنت ماكينات خاصة بشبكة السكك الحديدية MUNI في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. وعرضت على الشاشات أو عرضت على الشاشات عبارة تم اختراقك، وهو ما أتاح للعديد من المسافرين استقلال قطارات مجانا على مدار عطلة الأسبوع الماضي. ووفقا لتقرير نشرته مترو، فإن القراصنة سيطروا على أنظمة الدفع والحواسب المستخدمة من جانب الموظفين، وكانت النتيجة استقلال العديد من المواطنين القطارات مجانا. انتهت بذلك جلسة الأعمال، لمتابعتها ومتابعة كافة برامجنا تابعونا على موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. طاب يومكم. هذا البرنامج برعاية زين.